السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا. النهاردة هنقدم مع بعض طريقة تقشير الرمان بطريقة سهلة وظريفة، وبصوا شكله جميل جدا. هنا همسك الرمانة كده واقشرها من فوق، هقطع الحتة اللي هي فوق دي بالراحة كده عشان شكلها، ما احنا عايزين ناخده شكلها كده يبقى حلو. بنشيلها كده بالراحة، بنشيل الحتة اللي هي اللي من فوق دي البيضة، بعد كده بنقسمها كده من عند الحتة البيضة دي، بننزل بيها كده لغاية تحت، بنفتحها كده بالراحة عشان نحافظ على شكلها. هي طريقة سهلة ومش هتاخد معانا وقت يعني، بس هي يعني بالراحة كده بنفتحها. ممكن بتقدميها كده زي ما هي لو عندك ضيوف بالشكل ده، بتبقى حلوة يعني. الرمان دوت مفيد جدا، ومفيد لمرضى الضغط، ومفيد لمرضى السكر، ليه فوائد كتير جدا. عايزة تقدميها كده او عايزة تعمليها خشاف بالسكر، بتبقى برضو طعمها جميل ولذيذ.